معاد اسمها هذا الساعة 4. تمام حضرتك، تفضل استريح 5 دقائق. طب طلبات حضرتك يا استاذ محمد؟ بص يا باشمهندس عاطف، انا عايز بلدي تبقى سيمبل كلاسيك ما فيهاش ديكوريشن خالص. طب ايه رايك حضرتك يا باشمهندس عاطف؟ بص يا باشمهندس عاطف، احنا الطلبات اللي طلبها استاذ محمد دي في عميل جانا من شهرين طلب نفس المواصفات. لو انت فاكر انا فيلا سافوي. فيلا سافوي بالظبط. انا معايا تصميم حضرتك ولا اشوفه؟ اتفضل يا باشمهندس عاطف. على استاذ محمد رسالة سبحانه في المهام. عندنا دي فيلت زابوي من تصميم رئيس المكتب المعماري لي كوربوزيه. الفيلا دي استاذ محمد انشأت سنة 1929 في فرنسا. بالظبط. عندنا الفيلا فيها كذا ميزة. أول حاجة عندنا الفري ستاندنج سبورت بيلرز. الواجهة عندنا فري فاصل. الويندوز ريبون ويندوز. عندنا الدور الأرضي أوبن فلور. والروف في جرد. طب اتفضل يا استاذ محمد كده، بص بس اقول لي رايك. جميل جدا، ده تقريبا التصميم اللي كان في دماغي. اتفضل يا استاذ محمد. تمام يعني خلاص مبدئيا يا استاذ محمد، احنا كده يعتبر اتفقنا ان شاء الله. حضرتك باقي التفاصيل والحاجات دي مع باشمهندس عاطف هيعرفنا عليها اكتر وهيتابع معاك. تمام، يا ريت حضرتك بس تسيب لنا الرقم بتاعك والايميل عشان نتواصل معاك ان شاء الله. تمام، خلي النظام الكارت بتاعي في كل حاجه. تمام يا استاذ محمد. تمام كده؟ تمام ماشي. شرفتنا يا استاذ محمد. شرفتنا يا استاذ محمد. لا عندي ديت ولا واحد دبس هنا الباشا حرف دايت دايت يا حرف يا دايت. طب امرنا يا استاذ ادم على ما يجي لك البيبس الدايت. بص انا عايز مبنى يعني يكون شكله غريب، شكله هيقع بيتحرك كده كانه بيتحرك، في كيرفات كتير يعني بيرقص. انا عايز رقص، انا عايز مبنى رقاصة. رقاصة؟ طب بص يا استاذ ادم عشان نكون واضحين ومتفاهمين في الكلام، دي اكزامبلز الاحسن ديزاينز عندنا في المكتب وتنفذها، ممكن حضرتك تشوفها وتقول لي رايك. ايه ده؟ ايه الشغل؟ لا لا انا ما ينفعنيش انا الكلام ده. بس حضرتك دي من احسن المشاريع اللي اتنفذت هنا. طب ما يخصنيش حضرتك، يعني انا المشروع اللي انا عايزه بس هو اللي اتنفذ، ماليش دعوه انا بالمشاريع. وبعدين ايه الصعب في اللي انا بقوله يعني؟ رقاصه يعني كيرفات، كيرفات يعني رقاصه ولا ايه؟ وعلى العموم الميزانيه مفتوحه وفكرتي اظن انها وصلت لبشمهندس عاطف. سيب لكم الكارت بتاعي عشان نتواصل مع بعض. اتفضل. تمام. مرسي. اتفضل. يلا جود لك. بالتوفيق يا باشمهندس عاطف. ايه رايك يا باشمهندس عاطف في كلام الراجل المجنون اللي جالنا امبارح؟
والله يا باشمهندس عبده انا شايف ان هو قال فكره جديده كويسه ومنها نقدر نغير النظام اللي احنا ماشيين عليه. بس ده بيقول لك ايه مبنى رفاهه ومش رفاهه بالذات، بعدين في نقطه باشمهندس احنا في المكتب هنا ماشيين بالنظام الانترناشونال مش هنغيره، احنا ماشيين بحاجه ثابته. والله يا باشمهندس يعني مش حته رقاصه، انا يعني كلامه في فكره جديده، يعني ممكن نكون مبنى كرفان في شغل مختلف شويه يعني عن النظام اللي احنا ماشيين عليه. بس خلينا نشوف بس العميل اللي جالنا محمد دوت الكارت بتاعه وتابعه، بس ده راجل تابع يعني عايزك تخلص له يا عم ان شاء الله. انا خلصت شغله يا باشمهندس يعني مفيش مشكله. شايف ايه ده؟ شايف اللي بيرسم هناك ده؟ حد بيرسم على البحر؟ تيجي نروح نشوف كده. تعالى نتمشى كده نشوف هناك. نفس الشغل يعني بص في نفس كلام العميل الكتفات والحاجات اللي هو طالبها في شغل يعني بص يعني حاجه فعلا مش زي اللي احنا بنعمله يعني ممكن الكلام ده نطلع منه بحاجه والله. بس ايه الراجل فيها الراجل قاعد على البحر وبيرسم لوحده؟ طب بس تعالى يا باشمهندس عشان نشوفه كده. هو اصلا راح فين ده؟ مش موجود اصلا. ايه ده اختفى؟ طب هتعمل ايه دلوقتي؟ تعالى نشوفه بقى يا باشمهندس، ما احنا لازم نشوف الراجل ده يعني عامل حاجه كويسه جدا كده. بقول لك ايه يا شباب، في واحد هنا كان قاعد بيرسم قاعد يرسم هناك في الحته دي. عم فرانك شفت انت يعني؟ كان قاعد النهارده بيرسم قدام البحر، بيرسم بيجي كل يوم يرسم رسم وانا في الخيال. طب هو راح فين دلوقتي؟ ما تعرفش راح فين؟ هو هتلاقيه قاعد في الكافيه عندنا جوه. الكافيه يعني هو في الكافيه. تمام شكرا يا هناك وقت. والله حضرتك احنا كنا ماشيين على البحر بره لقينا حضرتك قاعد بترسم والورقه دي كانت واقعه ورا وبصراحه دي الورقه اللي بصينا في الورقه اللي لقينا فيها فكره او مبنى احنا كنا محتاجين الفكره دي من زمان محتاجينها جدا يعني العميل عندنا طلبها ومش عارفين نوصل لها. عايزين نعرف انت حضرتك التسويق اكتر. مبدئيا انا بشكركم ان انتوا رجعتوا السكتش بتاعي. السكتش ده عباره عن مبنى ليا في التشيك. حضرتك من التشيك؟ لا حضرتك انا اصلي من كندا، سافرت انا واهلي لامريكا وخدنا الجنسيه. اشتغلت سواق تريلا عشان اصرف على تعليمي. انا اشتغلت في كذا مجال بس للاسف ما لقيتش نفسي في ولا مجال فيهم لحد ما دخلت قسم عمارة. لقيت نفسي فيه عشان انا كنت بحب الفنون والحمد لله نجحت فيه. حضرتك ممكن تدينا فكره عن التصاميم والمباني اللي حضرتك عملتها وخصوصا تساعدنا في المشروع اللي احنا عايزين نعمله؟ اولا يا باشمهندس المباني بتاعتي الكونسيبت بتاعها بيدل على الموفمنت، عشان كده دايما بتلاقيني يعني برسم سكتشات على البحر وباخد الافكار بتاعتي من الامواج والسمك وكده. المباني عملت كذا مبنى في بلاد كتير اشهرهم مثلا فرانك تاور في المانيا. المبنى ده الاستراكشر بتاعه عباره عن ستان ستيل، وزي ما هو معروف عني ان المبنى ده الستايل بتاعه مودرن. حاولت استفيد من كل التكنولوجيا طبعا المتوفره في الوقت ده. المبنى ده عبارة عن 9 أدوار. الملفت في المبنى انه كل ما بيطلع لفوق بيلف حوالين قلب من الخرسانة المسلحة، وده مديله أفضلية لانه على مساحة صغيرة من الأرض. المبنى الثاني هو متحف جوجنهايم في الإمارات. المتحف اتبنى في جزيرة السعديات في أبو ظبي على المودرن ستايل، وفي تصميم المبنى أخذت أفكار من تقسيمة مسجد آيا صوفيا
واستعملت الشكل المخروطي في المداخل والمخارج علشان بيدل على الطراز الإسلامي وكمان بيدي تهوية طبيعية للمكان. في 2006 المبنى خد الأجريمنت من المركز الرئيسي في نيويورك على بداية إنشاؤه على مساحة 30,000 متر مربع، وتخطط له عشان يكون أكبر متاحف الجوجنهايم وتكلف حوالي 200 مليون دولار. في مبنى ذا دانسينج هاوس في تشيك. المبنى الثالث ذا دانسينج هاوس. المبنى أنشئ في مدينة براغ في التشيك. بدأ إنشاء المبنى في سنة 1992 واكتمل إنشاؤه في سنة 1996. الفورم الغريب للمبنى مستوحى من تو دانسرز فريد أند جينجر. تصميم المبنى الغير تقليدي كان محور للجدل عند الناس في الوقت ده، لأن الستايل والفورم بتاع المبنى كان مختلف مع ستايل المباني اللي كان مشهور في مدينة براغ زي الجوثيك ستايل والباروك ستايل والأرنوفو ستايل، وده كان رأي الناس إن المبنى غير منسجم مع المباني المحيطة به. رئيس التشيك كان مقيم في المحيط اللي فيه المبنى وكان بيدعم المبنى علشان يكون مركز للنشاط الثقافي في مدينة براغ. I have always felt if you know what you're going to do in advance, then you won't do it. Your creativity starts with whether you're curious or not. Roll 'em. Go. Action. When you build a building, any building, start with the simple block model to see where that goes. Most of our cities are built with just faceless glass, only for economies and not for humanities. As an artist, I got constraints. Gravity is one of them. But within all those constraints, I have 15% of freedom to make my art. I'm always trying to express movement. I was fascinated with the fold, so basic to our first feelings of love and warmth. These ideas are scary as hell to tell to the client. They can reject you, and they will, but you gotta find your own voice. Create the logic for it as you go. Stretch it into another place. I'm just telling you how I did it and why I did it. Whatever you do, promise me that every project you make or design, you'll take the risk of doing something for humanity. I'm Frank Gehry, and this is my masterclass. You would think I'd know when to quit.